انه الصوت يكون واضح ويا الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله مختبرنا الثالث إذا الله سهل حيكون عن determination of hematocrit أو ما يسمى بالمتعارف عليه بالباكسيل فوليوم، والمختصر مالته حيكون BCV. Introduction بداية. الهيماتوكريت is defined by the percentage by volume of the packet red blood cell in a given sample of blood after centrifugation. يعني راح يكون النسبة اللي يتكون منها انضغاط ال red blood cells إذا انطينا sample من ال blood، ايش قد راح يكون الحجم ال blood أو كريات الدم الحمراء بالنسبة لل sample كله من ال blood. بعد ما نعمل السنترفيوجيشن برايت معين خلال وقت معين راح تنطينا هذه النسبة، فتفيدنا في عملية معرفة الحجم of RBC أو حجم كمية الريد بلاد سيلز in the blood. تسميات أخرى مثل ما قلنا أنه ممكن نسميها الباكت سيل فوليوم، هذا أكثر شيوعاً بالمستشفيات بالمختبرات حالياً، أو في بعض الأحيان يسمى الإرثروسايت فوليوم فراكشن. الأوبجكتيف من التجربة اليوم إن شاء الله على مود نعرف كيفية الباك أوف آر بي سي يوزنج سنترفيوج فورس، وأيضاً نشوف الفورسينج أوف أورال سيل تكون دائماً للأسفل والبلازما راح تكون above by the centrifugation force. بالنسبة اكو عدة ان شاء الله تجارب، بعضها اخذناها مثل اذا تذكرون الـ RBC count، وبعضها ايضا راح نشوفها هسه بالمستقبل مثل الهيموغلوبين. عندكم الميجرمنت اوف الهيموتوكريت او الـ BCV is the most accurate and simplest of all تيست اللي قلناها ذكرناها سابقا، اللي هي ممكن تحدد لك درجة الأنيميا وأيضا ممكن تحدد لك درجة البوليسيثيميا. مقارنة بالهيموغلوبين تيست الاستيميشن أو بالآر بي سي كاونت راح تكون هي أفضلهم. طريقتين ممكن احنا نستخدم هذه الكاونت، مثل عندك الهيموتوكريت اللي هي نستخدمها خلينا نقول داخل المختبرات مثل الطلبة، وأيضا الأخرى مثل Electronic Cell Counting اللي قلناها المستخدمة بالمستشفيات والمختبرات الأجهزة الحديثة. Materials اللي نحتاجها للتجربة إن شاء الله نحتاج إلى الماكرو هيموتوكريت تيوب، أو بالبسيط هو ما يتعرف عليه بالكابيلاري تيوب، يكون الطول مالته 75 مليمتر اللينث، والديامتر مالته راح يكون 1 مليمتر، ودائما يحتوي على كريستال اوف هيبارين، ويحتوي للفوق مالته راح نشوف بالصوره الثانيه ريد رينج على مود يميز لك بين هذا الكابيلر تيوب وبين التيوب الاخر اللي ممكن نستفاد منه في عمليه التخثر اللي هو ما يحتوي على الهيبارين. خلي بالك انه هذا المايكرو هيماتوكريت تيوب يحتوي على كريستال هيبارين يفيدنا في عملية انه يمنع التخثر. نحتاج الى سنترفيوج ويكون من نوع خاص اللي هو المايكرو هيموتوكريت سنترفيوج. نحتاج الى بلاستيك سيل او ما يسمى بالطين الاصطناعي artificial clay على مود يغلق لنا واحد من جوانب المايكرو هيموتوكريت كابلر تيوب، والجانب الاخر يبقى عندي مفتوح.
وايضا نحتاج مثل ما تلاحظون هنا اللي هو المايكرو هيموتوكريت ريدر. هذا ايضا يفيدني في عمليه قياس البي سي في بعد ما انتهي من عمليه السنترفيوجيشن. البروسيجر نوعا ما بسيطه راح تكون، انه تحتاج فقط الى فولنتيرز. نسوي له فد بريك بالفينجر، سكويز، نطلع القطره. القطره شويه تكون نوعا ما تكون كبيره على مود بعمليه الخاصيه الشعريه، فقط نقرب بزاويه تقريبا صفر او فد 20 او 15 على الفينجر، ونبدي هي القطره راح تصعد تلقائيا بالكابلر تيوب. يعني ما يحتاج تسوي لها سكينج ولا كل شيء، هي فقط بالخاصيه الشعريه راح تبدي عندك تصعد تصعد لما توصل. يفضل انه توصل لاكثر من المنتصف على مود تنطيني قراءه واضحه وجيده. ورا ما تملي البلاد ماتك هنا احنا يعني التايم مو مثل المختبرات السابقه. ليش؟ لانه عندنا هنا هيبارين راح يمتزج، فما راح يصير عندي التخثر ولا راح يصير عندي تقطع. فالموجودين العاملين بالمختبر ان شاء الله هاني او دكتور علياء راح نسوي لكم السيل التيوب بالنسبه للارتفيشال كلي من جهه واحده، وراح نوضعه بالسنترفيوج ونفره خلال 5 دقائق تحت الريت اوف بير مينت. الدوران راح يكون عندك 10,000. وراها نستخدم السبيشال ريدر بي سي في ريدر او الهيموتوكريت ريدر، لانه على مود يشوف النسبه للباكيت سيل فوليوم بالنسبه للفوليوم الرئيسي ايش قد راح يكون عندي. هذا الشكل للهيموتوكريت تيوب، ده شوفوا هذا كابلر اعتيادي يحتوي على حلقه رينج، هاي للتمييز على مود يميز لك الكابلري هذا عن الكابلرات الاخرى اللي ما تحتوي على اي مواد. هاي القطره شوفوا هاي الزاويه شلون تكون من تسحب البلاد. البلاد هو تلقائيا قلنا شنو بالخاصيه الشعريه راح يصعد. اذا شويه تاخر عندي بالصعود، بس بالنهايه من الطرف الثاني ابدي فقط اضغط شلون كانما تضغط على قلم، تضغط ولا يبدا ايضا يصير برجر يتخلخل ولا يصعد عندك. بهاي الطريقه من تقلبه ضروري اهم شيء تحفظ لي انه تغلق باصبعك من الجهه البعيده على مود نبدي شنو هذا الطين الصناعي، نبدي نسده من جهه ونبقي الجهه مفتوحه، بس اثناء النقل ضروري نخلي اصبعنا هنا على مود لا يصير ضغط ويطلع عندي مره ثانيه البلاط. السنترفيوج هذا راح نستخدمه ان شاء الله، هذا الهيموتوكريت سنترفيوج. هاي التدريجات اللي بيه وهاي الاماكن اللي تحط بي خلينا نقول الكابلر تيوب. شوف هذا مفصل هنا، هذا عدة عينات ماخذ، تشوفوا تقريبا حدود 24 عينة. هاي عينة 1 2 3 4 5 6. دائما الجانب اللي مغلق السيل اللي بيه طين اصطناعي نخليه من هالصفحة، والجهة اللي ما بيها سيل نخليها بالصفحة الثانية هنا. اوكي، فمن راح يصير عندك الدوران راح تنفصل عندك الار بي سي، راح يصير من هالجهة ومن هالجهة راح يصير عندك البلازما، فراح يصير عندك هذه الطبقات مثل ما موضح هنا. الشغلة المهمة الأخرى انه راح ناخذ هذا الكابلر تيوب ونخليه وين؟ نخليه بالجهاز لقياس البي سي في. اهم شيء تنتبه لي انه تشوفون هذا الطبقه الطينيه واضحه للجميع، هاي الطبقه الطينيه اللي احنا استخدمناها الارتفيشال كلي، هذا دائما نخليها بالخط الصفر. احنا انا تشوفون هذا الخط الصفر، الخط الصفر هذا نحط جوا الكلي، وشوكت ما يجي الار بي سي هذا نبتدي من الصفر ويصعد. اوكي، هنا طبعا هذا تشوفون مثل المسطره هاي تتحرك على هذا الطول. نحاول من نخلي هنا التيوب ما تور ما ثبتت عن على الصفر،
هنا لي وين واصل الدم؟ تشوفون هسه هذا طول التيوب لهنا الواصل، بس الدم لي وين واصل؟ تقريبا 80% خلينا نقول او 85% من التيوب. فابدي يمين او يسار المان اخلي حد البلاط واصل لي وين؟ للمية بالمية. تمام؟ اخلي حد البلاط ماتي وين واصل؟ للمية بالمية. ورا ما حددت وراها بسهولة جدا، هذا شوفوها العتلة، هاي العتلة، هاي طبعا تتحرك للفوق وللأسفل بهاي الطريقة. ابدي احركها واخليها وين؟ اخلي هذا الخط الاحمر اللي بيها على نهاية البلاط، فراح يقيس لي المسافة من نانا إلى هنانا ونسبتها لمن نانا إلى هنانا، أوكي، للمية بالمية. فراح يطلع لك هنانا النتيجة إيش قد؟ راح يطلع لك 46، 48، 50، بهالحدود حسب النسبة اللي راح نشوفها هسه إيش قد نسبة البي سي في للنورمال فوليوم. أتمنى تكون هاي واضحة للجميع كيفية القياس مالتها. دكتور؟ نعم. التيوب بعد التيوب عن التدريجات شلون عرفته هنانا؟ شلون عفوا؟ بعد التيوب مالتي عن التدريجات، شوف هاي المسافة ما بين التدريجات والتيوب، شلون عرفتها؟ شلون قستها؟ عن طريق هذا، اللي هو أفقيا مو عموديا. هذا عن طريق هذا. احنا مثل ما قلنا ما راح نحط بلاط، راح تصير هسه راح نشوفها، راح نصير 3 لايرز، اوكي؟ من هنا يبدي عندك البلاط الى هنا، تمام؟ متفقين الجميع؟ البلاط عندك هنا الى هنا، اوكي؟ واكو نسبة فراغ، هذا ما بيه بلاد. طبعا حسب البلاد اللي انت سحبت، جزء انت تسحب لهنا، جزء تسحب لهنا، جزء تسحب ممكن توصل للنهاية، اوكي؟ اذا تلاحظون، ما اعرف اذا واضحة عندكم او لا، تشوفون هاي اكو فوق الخط شنو هذا؟ اكو علامة؟ هذا مو علامة، هذا اللي باقي من التيوب اللي ما بيه بلاد، تشوفوه؟ نعم دكتور، تنشوف. خل اوضحكم اياه اكثر اذا اي تمام دكتور، واضح هذا عندكم شنو هذا؟ هي هاي اللي راح تتحكم عندي بالمسافة اللي راح تروح يمين او يسار، اوكي؟ احاول قدر الامكان، شوف هسه هنا لو جايبها هنا كان صار شنو عندي؟ كان هاي دخلت من ضمن الحساب، فانا سويت زحفتها لي غاد على مود يكون البلد هو المية بالمية، وهذا اهم له، هذا الشيء زايد اهم له. خلينا نتخيل انه البلاد عندي واصل لهنا، مو لهنا، لهنا، فش اسوي؟ بعد سحب من اليسار اجيبه يسار او يمين؟ يسار بالضبط، راح اجيبه لليسار تقريبا، راح يوصل لهنا، اوكي؟ فهذا اللي حيتحكم بيك، طول البلاط اللي وين واصله البلازما هي اللي حتحدد لك وين راح توقف هنا بالضبط بالمية بالمية. ان شاء الله بالتجربه من بالشغل مالتكم راح تشوفوها اذا الله سهل، كل السهله انه فقط تحطه وتبدي هاي حتى تجيبها يمين يسار. بس اهم شيء اريده شنو من عندك؟ انه البلاط مالتك من ما يبدي تخليه من الصفر وصاعد، والطين راح يكون للاسفل. واضح للجميع؟ تمام، واضح دكتور. هسه شنو اللي راح نشوفه؟ مثل ما قلنا راح نشوف عدة طبقات، راح نشوف 3 layers. شنو هاي layers وش تمثل لنا؟ طبعا اول layers اللي هي راح تكون واضحة تقريبا، راح تكون اطول مما موجود، اللي هي البلازما layer اللي حتكون clear الشكل مالتها، واللون مالتها تكون مائل الى slightly yellow in color. وانتبه لي على الكولر مالته، راح نقول سلايتلي يلو كولر، يعني اما كولرليس او سلايتلي يلو، ما راح يكون بينك او ريد كولر. اذا اكو رينج عفوا هنا بينك او ريد كولر، معناه شنو عندي راح يكون؟ معناها عندي ار بي سيز بالبلازما وخلل يعني بالسنترفيوجيشن او هيك شيء، راح يكون عندك شكلين، يعني راح يكون اما هيمولايسيز بيصير عندك، فالهيموغلوبين اللي هو لونه احمر راح ينفرز داخل المكان، فراح يصير كولرليس، راح يكون ترانسبيرنس ولكن اللون مالته مائل الى الريد.
او ليصير عندك هيمولايسيس ديزيز، هي اصلا بالجسم هي اصلا اكو هيمولايسيس، يعني اكو فد مرض ديزيز اللي عنده هيمولايسيس. فمن سحبت اني وسويت بكد بقى عندي البلازما اللون مالته راح يكون بينك او ريد كولر. فاذا عندك، اذا طلع عندك ريد كولر ممكن اعيد التجربه على مود اهمل احتمال انه يكون عندك الهيمولايتيك ديزيز. فممكن انه يكون عندك نقل، صار عندك اجيتيشن، صار عندك هواية اشكال ايرور، صار عندك انه خلل بالنفس المايكرو تيوب اللي عندك، وصار اكو تحلل بالسيلز. فاذا يجب ان تكون سلايتلي يلو كلر، هذا اذا تشوفوها من هنا الى هنا. الثاني اللي هو البافي لاير اللي حيكون لونها جريش وايت يلر وتكون ثين، تشوفوها يعني مسافه ما تتعدى 1 مليمتر بال الثيك مالتها. هذا مين متكونه؟ متكونه من الليكوسايت اللي هو الوايت بي سي، وايضا متكونه من الثرومبوسايت. طبعا البليتلت راح تكون للاعلى والليوكوسايت راح تكون اسفل من عندها. فاذا هي هذا الطبقه البافي لاير راح تكون معلقه بين من؟ بين البلازما وبين الارثروسايت. والطبقه الاخيره اللي هي قلنا راح تتكون من الرايت سيلز اللي هي التهمنا، وتكون للاسفل وتكون مضغوطه بعامل السنترفيوج فورس. اذا راجعها في شيء بسيط، انه المايكروتيوبس ورا ما اسوي سنترفيوجيشن راح ينقسم الى 3 اقسام. القسم الاول اللي هو البلازما وتكون اطول شيء موجود، والقسم الثاني اللي هو ممكن نشوفه او ممكن لا، لان ثيك مان مليمتر اللي يتكون من الثرومبوسايت اللي هو البليتليت، ويتكون من الليوكوسايت اللي هو الار بي سي، وايضا الجزء الاخر اللي هو الاريثروسايت او ما يسمى بالار بي سي. طريقة الحساب، إذا ما عندك الجهاز أو هذا اللي راح نستخدمه، يعني ما أعتقد راح تحتاجون هاي المعادلة، ولكن هو بشيء بسيط أنه أحسب التوتال مالتي 100% وأحسب ايش قد نسبة الـ RBC أو مساحة الـ RBC الطول مالتها العفو، وأقسمها على الطول الرئيسي وأضرب في 100 فراح يطلع لك البيرسنت. مثلا خلينا نفرض أنه الطول عندك كل بلاد 100 مليمتر، واللي اني قست لل RBC 45، فاقول 45 على 100% فيطلع النسبه مالته المئويه 45%. تمام، شو تمثل لك هاي؟ مثلا خلينا نقول 45% كم تمثل لك انه عندك 45% فراكشن اوف RBC، اما الفراكشن الباقي اللي هو ال 55 تكون من البلازما وشيء بسيط جدا من البليتليت والليوكوسايت. النورمال فاليوم مالته طبعا ممكن انه يصير عندك بيه مجال من الفاريشن بتوين ذا ايج والسكس اوف انديفيدجوالز. بشكل عام الميل راح يكون النورمال فاليوم من 40 الى 54%، الفيميل راح يكون شويه اقل راح يكون 36 الى 47. طبعا هذا فيزيولوجيكال افكت. اما النيوبورن مثل ما قلنا يحتاج الى انرجي اعلى، يحتاج الى ار بي سي اكثر، فبالتالي البي سي في راح يكون عندي اكثر، فراح يكون بين 55 الى 68. تخيل يعني النورمال فاليو مالته راح يكون اعلى من النورمال فاليو اوف الادلت. فاذا هذا بشكل طبيعي بالنسبه للنيو بورن، وكل ما يبدي يكبر الانسان يصير تشيلدرن ادلسنت الى الادلت راح تبدي تقل ان ما توصل لمرحله الميل اللي هو الادلت فاليو. الفاليو اللي شفناها حاليا بالبي سي في طبعا افكتد باي عده عوامل. العامل الاول اللي هو الشيب اوف ار بي سي. ليش؟ لانه كل ما يتغير الشيب عندي، تذكرون الشيب مال اوف ار بي سي اللي هو البايو كان كيف شيب، فاذا تغير الشيب صار بول مثلا او شكل اخر، الحجم اللي راح يصير بعد ما يصير الباكت راح يكون اكثر، اللي هي مثل من مثل امراض معينه اذا تتذكرون ماخذيها يمكن بالديفرنشال، اللي هي مثل عندك السفيروسايتوسيس يمكن اخذتوها بالفراجيلتي تيست قبل سابقا.
مثل السفيروسايتوسيس تصير الكريات تكون كرويه، كريات الدم الحمراء تصير كرويه وليس بايوكونكيف شيب، فبالتالي الباكج مالتها راح يصير اكبر من الطبيعي. ليش؟ لان راح يكون حجمها اكثر. النمبر مالتها ايضا ممكن ياثر لك، اذا زاد النمبر راح يزداد الفاليو مالتها، واذا قل النمبر راح يقل. والشيء الاخر قلنا لانه احنا نعتمد على الحجم النهائي، فاذا البلازما فوليوم اذا تغيرت راح تتغير نسبه وات البلاد الار بي سي. يعني ممكن انه الار بي سي مالتنا طبيعيه، ولكن اذا ازداد الفوليوم عندي للبلازما ممكن راح تقل، ولكن ليس نتيجه قله الار بي سي ولكن بزياده البلازما فوليوم. فاذا خلي بالك انه الشيب والنمبر علاقتهم علاقه طرديه ويا من مع البي سي في، ولكن البلازما فوليوم راح تكون علاقته عكسيه مع البي سي في. واضح للجميع؟ الشيب والنمبر علاقه طرديه، كل ما يزداد يزداد البي سي في، اما البلازما فوليوم علاقته عكسيه. اوكي، ليش؟ لانه اذا زيدنا الفوليوم او في البلازما راح يقل عند البي سي في. فالهاي بي سي في ايش راح يعطيك؟ انديكيشن ميبي انكريز النمبر اوف الار بي سي اور ديكريز بالبلازما فوليوم، اللي هي ممكن نشوفها مثلا بحاله الكوليرا due to loss of water in the stool. Low BCV ممكن indicate either decrease in the RBC or increase in the plasma volume. وين ممكن نشوف هاي الحالات اللي هي الزيادة والقلة مثل ما شفنا هسه؟ lower than normal hematocrits may be indicate of anemia اللي هو insufficient supply of healthy red blood cells. قلنا الأعراض مالتها مثل ما ذكرنا بالار بي سي الأنيميا. هنا أنا ممكن تصير في حالات بسيطة أنه large number of white BC، قلنا أنه طبقة الار بي سي راح تكون وين؟ فوق ال bucket cell volume بال centrifugation. فإذا صار عندي زيادة بالهاي الطبقة نتيجة الوايت بي سي انه تزداد، راح يصير شنو عندك؟ مثل الضغط راح يصير عندك اكثر بالسنترفيوجيشن فورس على الار بي سي، ممكن انه راح تنزل بعد اكثر هاي الطبقة، فبالتالي راح تخفرق عندك البي سي في الفاليو. مثل من مثل عندك لونج تيرم illness infections لوكيميا لينفوما و other disorder اللي هي ممكن يزيد لك الوايت بي سي. acute kidney damage ايضا هذا شنو الطريقه؟ هذا راح تقلل لك، راح تاثر لك على الار بي سي نمبر. ليش؟ لانه من يصير عندك acute kidney damage راح يقل عندك الهرمون اللي هو الاريثروبويتين برودكشن، ومن راح يقل فبالتالي ماكو هرمون اللي يحفز لك تكوين الار بي سي، فبالتالي راح تقل عندك الار بي سي برودكشن ان بون مارو. ذني هسه اللي احنا نشوفهن هسه هذا يا افكتد يا عامل من العوامل اللي ذكرناها الثلاثه، من راح يتاثر بيها؟ الاكيوت كدني دامج نمبر جيب يور نمبر يور بلازما فوليوم نمبر. تمام، هنا انا فوليوم ممكن بالمحصله راح يكون الفوليوم. اوكي، فوليوم اوف بلازما ممكن، ولكن مو لكن بتاثير الار بي سي الوايت بي سي نفسها، لان هي سوت لي ضغط. هنا انا بالانيميا تبقى حسب الانيميا اللي عندي، اذا انيميا نتيجه الشيب فرق بالشيب، او اذا كان فرق بال خلينا نقول النمبر مالته، كل ما يقل راح يصير عندك قله بالبي سي في. اما هنا أنا اذا تلاحظون بالبريجنسي خاصه راح يصير عندها الاديشن اوف فلويد اكيوميليشن ان ذا بودي، من راح يصير هاي فلويد معناه هاي بلازما، من صار عندك هاي بلازما معناه الهيموتوكريت
قلنا بالصورة عكسية راح يقل، تمام؟ عكس من عكس الحالات هنا اللي هي زيادة بالنورمال فاليو بالنسبة للهيموتوكريت، اللي هي الابنورمال انكريز ان ريد بلاد سيل، مثل عندك الاريثروسايتوسيس. الاريثروسايتوسيس هو انكريز النمبر بال ار بي سي، او مثل ما تسمى بالبوليسيثيميا فيرا، مثل ما تكلمنا عليه بالمختبر السابق، اللي هي نتيجتها انه البودي بروديوس تو ماني او تو ماتش ريد بلاد سيلز، ممكن توصل الى مرحله 70%. هذا المرض ممكن يوصلك الى 70%. تتوقع ممكن يصير اعلى من 70% او نوت؟ اكو واحد يقدر يجاوبني؟ نسبه البي سي في ممكن تعبر 70؟ طلاب احد يقدر يجاوبني؟ تقدر تعبر مرحله 70 البي سي في؟ يعني اذا عندي بلاد، اذا اخذ من عينه 70% من عنده راح يكون ار بي سي والباقي فلويد، ممكن؟ اعتقد لا دكتور، لانه معناها الدم يعني ايش راح يصير بيه؟ متخثر، مو متخثر، ولكن اذا زاد عندي الار بي سي شنو راح يصير؟ سامعين بيها؟ واحد من يدخن شو يصير عنده؟ من وين تكون مدخن صار؟ زيادة باللزوجة مالت اللزوجة مال بالضبط، راح يصير عند اللزوجة كلش عالية. فتخيل اذا وصل 75 راح يوصل 80، راح يصير عندك اللزوجة جدا جدا عالية، ويبدي شنو عندك؟ الدم من يوصل للوين؟ الى الاماكن احنا اللي نخاف منها، اللي هي الاكستريميتيز، اللي هي نهايه الفازيكولار، اللي هي ينتقل الدم من الارتري الى الفين. هاي المنطقه راح يصير بها اكولوجن. ليش؟ لانه ماكو انسيابيه للبلاد، فبالتالي راح تتوقف عند شات داون بالنسبه للبيرفيوجن او السيركوليشن بالبودي. فجدا خطر اللزوجه من تصير عاليه، ممكن انه يسوي لك شات داون بالسيركوليشن. في حالات معينة مثل عندك إذا تذكرون الهاير التيتيود، الناس اللي يعيشون بالجبال، طبعا نشوف انه الاكسجين فراكشن بالجو راح يكون اقل، فبالتالي اللو اكسجين سبلاي تو ذا بودي نتيجة تعويضية للجسم، راح يدي الجسم ينتج الى ار بي سي اعلى من الطبيعي، ومن انتج نمبر اوف ار بي سي راح تزداد، معناه ايضا الهيموتوكريت راح يزداد. فاللو بلاد اوكسجين ليفلز تسمى بالهايبوكسيا. اذا عندك مشاكل كان باللانج او بالهارت ديزيز، مثلا اذا باللانج معناه انه ماكو اكسشينج اوف غازز، يعني معناه ماكو اكسجين، او بالهارت ديزيز نتيجة انه الدم مدى ينضخ بصورة صحيحة الى الجسم، فيبدي انه الجسم بصورة تلقائية يبدي يزيد النمبر، ومن زاد النمبر ايضا قلنا بصورة تلقائية راح يزداد عندك البي سي في. اخر اثنين هذا الديهايدريشن. الديهايدريشن اكزامبل مالته مثل عندك البيرن، حروق، راح يصير عندك اللوس اوف بلازما. شايفين انه واحد من ينحرق المكان مالته راح يبدي يطلع مثل السوائل. احنا شلون نقول احنا تقرح او جراحة؟ هذا مو تقرح، وهذا بلازما طبيعية من الجسم راح تبدي تنفرز على مود تغلق لي هذا المكان او تقلل لي الانفلاميشن. من انفرزت عندك بلازما معناها بلازما اللي بالجسم صار عندك بيها، صار بيها دروب. من صار بيها دروب نسبة وتناسب والار بي سي راح يكون شنو عندك؟ اعلى من البلازما، تمام؟ يعني هنا ما لنا علاقة بالنمبر والشيب اوف ار بي سي، ولكن النتيجة انه صار عندي ديهايدريشن اور نتيجة صار عندي بيرن، خلينا نقول صار عندي هذه الحالة انه بلازما قلت. طلاب ذني لو طلع ممكن يفيدكم على مود تتجنب الشغل الخاطئ، يفيدك ايضا بالتقارير، ممكن انه تعرف وين الاخطاء مالتك صارت. نمبر 1 بالسورس اوف ايرور ممكن انه يكون عندك انكريز اماونت بالانتي كوجولانت، ميبي ديكريز الهيموتوكريت ريدنج. ليش؟ لانه ممكن يسوي لك اريثروسايت شرينكج. بس انتم خلال التجربه هنا يعني
اطمنوا ما راح يصير عندكم هذا الحل او ما راح يصير هذا الشيء. ليش؟ لانه احنا الماده اللي حتكون كريستال موجوده على الهيموتوكريت تيوب. هذا ممكن احنا هذا الامر اذا اخذنا بلاد مثلا 4 سي سي وخليناه له انتي كوغولنت ايجنت، ذاك الساعه ممكن راح يصير عندي هذا الشيء شوي زياده ماده، معناه الاملاح اللي بالانتي كوغولنت راح يسبب لك شرنكج بالار بي سي. الشيء الخطر الثاني اللي هو الامبروبيرد سيلينج، يعني الارتفيشال كلي ما صار عندي بصوره طبيعيه، نتيجه انه قوه الدوران بالنسبه للسنترفيوج راح يسوي طرد للبلاد من التيوب، راح نشوفه وين صار عندك، راح يصير بالنهايه يعني راح يطشر عندك داخل السنترفيوج. فضروري ضروري جدا انه نتاكد ان السيل مالتنا يكون مضبوط على مود لا يصير عندي هذا الويست بالبلاد. ما صار ويست بالبلاد معناه السامبل مالتك كله راح، او اذا صار عندك مثلا خلينا نقول ربعه، او صار عندك شيء جزء من عنده ليك، صار من عنده ليك، فاذا طلع هذا الليك البلاد معناه النتيجه مالتك راح تكون بها ايرور اقل من الطبيعي. فانتبه من الشيل مالتك السامبل وشوف انه ماكو بلاد طلع من الجهه الثانيه وشوفه كامل، يلا تقدر تحس باي خلل بيه، لا اعلم انه صار عندك ايرور. الشيء الثالث انه طبعا هذا احنا راح نتحكم بيه سنترفيوج، لازم سنترفيوج يوقف وقفه نهائيه. هو من كيف يوقف؟ يلا احنا نفتح البوابه مالته. ليش؟ لانه من نفتح البوابه مباشره بعد ما وقف، حتى لو خلصت يعني فره بسيطه، بي مثل بريك، من نفتح البوابه راح بيه مثل بريك، راسا يوقف مباشره البليت اللي هي تفتر. من وقف مباشره نتخيل انه كان بيفتر سريع وراسا وقفناه، فراح يصير اختلال بالتيوب مالتنا، وممكن انه ترجع تنفصل عندي الار بي سي مره ثانيه. البافي كوت انتبه انه نوت انكلودد بالهيموتوكريت ريدنج، فمن نريد نخلي احنا قلنا المسطرة هاي بالنص نحدد وين نهاية الار بي سي، يجب انه ما تعبر البافي كوت، لازم جوا البافي كوت، لازم نهاية الار بي سي. فاذا البافي كوت لازم نوت انكلودد بال حساب الهيموتوكريت. اذا ما عرفت او ما استخدمته بصوره صحيحه، مثل ما قلنا انه نهمل الجزء العلوي ونهمل الجزء الاسفل اللي هو البيكلي، اذا ذني سويت لهن انكلود وما ضبطت الحركه مالتك، اقل حركه راح يصعد بالبي سي في وراح يكون مالتك النتيجه. تشوفون اكو اي حركه بسيطه بالنسبه لهاي العتله اللي احنا نستخدمها المسطره ممكن يزيد لك 5، راح تقلل لك 5، فلازم كل ما يكون مضبوط اكثر كل ما النتيجه مالتك راح تطلع لك اضبط اكثر. ورا ما سوينا السيلينج وخليناه بالسنترفيوج، ضروري ضروري جدا انه ورا ما خلصنا راسا من نفتح، كل طالب ياخذ النمبر مالته اللي هو احنا حددنا له اياه، ياخذها وراسا يروح يقيسها. ليش؟ لانه التايم كل ما تنتظر اكثر كل ما راح يكون عندك شنو؟ راح يصير انه البلاد راح ينفصل عندك وراح يصير بها ستل داون، راح يعطيك فالسي هيموتوكريت. احنا مو سوينا سنترفيوجيشن فورس على مود مضغط الار بي سي، اذا ضغطناها اكثر من اللازم اوكي مو ضغطت، لازم راسا نقيسها. اذا تركناها وقت معين خلينا نقول على البنج او على داخل السنترفيوج وما اخذناها، راح تبدي شويه شويه هاي الطبقه اللي صار بيها في سنترفيوجيشن راح تبدي ترجع نورمال مالت الفاليو. فاذا قست ورا ما سوينا سنترفيوجيشن وطلع عندك خلينا نقول الناتج 48، اذا تركته لمده نصف ساعه او ساعه سطل داون، ترجع تقيسه مره ثانيه راح تلقاه وصل ممكن 60 ممكن 55 ممكن اكثر. ليش؟ لانه الطبقه مال ار بي سي بدات تتمدد ترجع النورمال مالتها الديستريبيوشن. عنده سؤال طلاب؟